سيدات وسادة اهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. بعدما اقر مجلس النواب قانون العفو العام ومع مسيره باستكمال خطواته الدستورية يظهر سؤال ملح، ماذا بعد هذا العفو؟ آثار العفو العام بين الإيجابية والسلبية نتابعها في هذا التقرير. صحيح ان للعفو العام ايجابيات كثيرة. لعل اهمها منح فرصه جديده لمن تورطوا بمخالفه القانون ليصلحوا انفسهم ويعودوا فاعلين في اسرهم ومجتمعهم كما انه يخفض كلف الايواء والاعاشه في مراكز الاحتجاز والسجون لكنه على الطرف المقابل فيه من السلبيات الشيء الكثير ووفقا لكثيرين فان ابرز سلبيات العفو العام تطفو على السطح بمجرد تنفيذه وخروج المشمولين فيه فأين سيجد نحو تسعة إلى عشرة آلاف سجين سيشملهم العفو بحسب التقديرات الأولية عملا سيما وأننا في بلد يشهد نسبة بطالة مرتفعة ثم إذا كانت الدولة قد تكفلت بإيوائهم ومعيشتهم في السجن فمن أين يصرف عليهم أهاليهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعيشية مادية ضنكة؟ ثم ألا يحتاج هؤلاء لتأهيل بعد خروجهم من السجن حتى يتقبلهم مجتمعهم ويتقبلوه وإذا لم يحدث ذلك فمن يضمن ألا يرتكب الجرائم مجددا ولنا في قانون العفو العام الذي صدر عام 2011 أسوة وعبرة إذ عاد حوالي 33% ممن شملهم العفو الماضي لارتكاب الجنح والجنايات مجددا ليس هذا تخويفا من العفو العام لكنها مجرد تساؤلات تشغل الكثيرين فنجاح العفو العام وأهميته مرتبطان بما بعده لا بإقراره اذا نتحدث اليوم في تفاصيل اكثر ومن هنا نرحب بضيوفنا الكرام الاستاذ فهمي الكتوت الخبير الاقتصادي اهلا وسهلا بك استاذ فهمي وايضا الاستاذ حماده ابو نجمه الخبير العمالي اهلا وسهلا بك وايضا الدكتوره خوله الحسن استاذه علم الجريمه اهلا وسهلا بك استاذ فهمي ابدا معك نتحدث اليوم عن مجموعه من الاثار هذه الاثار الاقتصاديه المجتمعيه وفي عده محاور وزوايا وابعاد كذلك ولكن اذا ما بدانا بالبعد الاقتصادي فاين نصف اليوم ما بعد هذا العفو العام يعني هو قبل الحديث عن ما بعد العفو العام نعتقد بان جزء هام من ما يجري في البلاد له اثر مباشر على هذا الواقع نعم هذا هذه الاعداد الهائله من المساجين والمحكومين والموقوفين جزء منهم ضحايا ضحايا للازمه الماليه والاقتصاديه التي تعيشها البلاد عندما نتحدث عن الجانب الاقتصادي لابد من الاشاره الى عدد المساجين في قضايا تتعلق بالشكات الراجعة على سبيل المثال نعم <applause> هناك معلومات تشير بأن حوالي مليار و700 مليون دينار عادت رجعت شكات راجعة خلال عام 2018 هذه هؤلاء الناس ضحايا كما أنه أيضا أصحاب هذه الأموال هم أيضا ضحايا وبالتالي نحن أمام ضحايا من الجانبين سواء المساجين أو أصحاب هذه الأموال فكلتا الحالتين يحتاج تحتاج إلى مراجعة حقيقية علينا أن ننظر للواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي ولد مثل هذه الظواهر ودفع بأعداد كبيرة من الناس إلى السجون عدا عدا قضية الشكات هناك مسائل أخرى متعلقة على سبيل المثال الاتجار في المخدرات هل هي يعني ظاهرة طبيعية تعاطي المخدرات ونحن نعلم بان هذه الظاهره اتسعت في الاونه الاخيره. نعم. وايضا لا يمكن فصلها عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي، عندما نرى عندما نرى بان هناك اه ارتفاع نسبه البطاله التي الان تجاوزت الـ 18% حوالي 19%، معنى ذلك ان هناك حوالي 350 الف انسان عاطل عن العمل، عندما نرى بان هناك نسبه الفقر اه تهدد نصف سكان الاردن. عندما نرى بان الشرائح الوسطى تراجعت واصبحت يعني زلقت الى الى يعني الشرائح الفقيره او على حافه الفقر كل ذلك من المؤثرات الذي يمكن أن تولد ظاهرة جديدة وتفتح سجون جديدة ولذلك علينا أن نعالج هذه الظاهرة <applause> ظاهرة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد علينا مراجعتها لا يمكن أن أفصل ما يجري في السجون عن على سبيل المثال عن, عن حزمة الاجراءات الضريبيه التي فرضت في شباط عام 2018 او في شباط عام 2017 والتي هددت الاف وعشرات الالاف مئات الالاف من الافراد او من الاسر ودفعتهم نحو الفقر، نعم. وبالتالي لم يجري يعني هذه الاجراءات لم تقدم اي مزايا للاقتصاد الاردني لان زياده العبء الضريبي لا يعني زياده الايرادات الضريبيه وبالتالي الاقتصاد الاردني تراجعت ايراداته الضريبيه بدل من ان ترتفع وزادت الاعباء على الاقتصاد وزادت الاعباء، وجاءنا بعد ذلك قانون ضريبه الدخل الذي رفع نسبه العبء الضريبي على المواطنين، كل ذلك من الاسباب التي تؤدي الى مثل هذه الظواهر ولذلك خروج هؤلاء الناس من السجون اه هو لا شك انه يعني لحظه هامه جدا اسريا وشخصيا وعلاقات انسانيه لكن ما بعد ذلك من منهم من سيذهب مره اخرى الى الشارع بلا عمل نعم. ومنهم سيذهب ايضا مره اخرى الى مشاكل مع اصحاب الـ 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 الاموال الذين يعني لهم علاقه في هذا الموضوع عليهم. علينا ان نحافظ على حقوق الاشخاص فيما يتعلق في قضايا الشكات المرتجعة حقوق الأشخاص أو الشركات أو الهيئات لأن هذا يهدد الاقتصاد الأردني هناك جهات تتعرض للإفلاس نتيجة هذه الحالة ولذلك الظاهرة الاقتصادية يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار وأن تتقدم كل المسائل قبل أن نتحدث عن كيف يمكن معالجة هذه أشكرك المسألة؟ أشكرك أستاذ فهمي أستاذ حمادة أنطلق أنتقل إليك بكل ما <applause> ذكر وتفضل به الأستاذ فهمي بأن هذه الظاهرة التي نتوقف عندها تحتاج إلى الدراسة وأن كثير من أعداد هؤلاء المساجين آلت به الأمور للوصول إلى السجن بسبب أسباب اقتصادية واضحة داخل مجتمعنا ولكن اليوم نحن نتحدث وهذا القانون دخل في جدل واضح تحت ما يشمل أو ما تشمله مظلة تشمل العفو العام وما لا تشمله هناك من يجد أن هذا يحسن الاقتصاد ويضفي إليه يعني شيئا من التحسن وهناك من يرى انه يعني نحن ندور في حلقه مفرغه خاصه واننا لا نبني هذه القرارات على دراسات او بيانات واضحه. شكرا وهذا فعلا هو يعني مربط الفرس في الموضوع انه هل قرارات شمول او عدم شمول بعض الجرائم بالعفو العام جاءت مبنيه على دراسات حقيقيه لحجم هذه القضايا اثارها اثارها الـ 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 الاقتصاديه او اثارها الاجتماعيه وحتى القانونيه واثارها على الامن المجتمعي انا حقيقه انا الى رايي في موضوع العفو العام رايي يعني مضاد بمعنى انه انا لست مقتنع بانه العفو العام هو ضروره حتميه في مجتمعنا نعم. الحقيقه انه العفو العام كما يرى كثير من المواطنين بانه هو معاكس والمختصين ايضا هو عكس سياده القانون وهو تغول على سياده القضاء ايضا فما بالنا إذا كنا نثق بالقضاء ونثق بقوانيننا وصدر حكم بغرامة بسجن بأي توجه من حسب القوانين المعمول بها وبعد ذلك يصدر قرار بالإعفاء منها طبعا إحنا بنحكي عن آثار هناك تقيل كثير من الكلام حول الآثار على المدينين مثلاً الـ الـ وفي نفس الوقت على المتأثرين مباشرة بالقضية ولكن هناك أثار اجتماعية حتى من قال بأن الدولة من حقها أن تعفي دائنينها أو تعفي عن المبالغ اللي هي مترتبة لها أموال الدولة هي أموال المواطنين يعني, نعم. يعني لو, لو تحدثنا حتى عن غرامات السير مخالفات السير مخالفات السير هي موارد للدوله يستفيد منها المجتمع بشكل كامل، الدوله بشكل كامل وبالتالي التاثر احنا لا نتحدث عن تاثر مباشر للمواطن نتحدث بشكل عام عن الاقتصاد الوطني. هذا جانب، الجانب المهم وهو انه يعني وجود او تكرار عمليه العفو العام بشكل مستمر اصبح مشجع للناس لكثير من الناس على التوجه نحو عدم الاهتمام أو, او التفات الى القرارات القضائيه قد تصدر بحقهم وعلى الالتزام بالقانون وبالتالي على امل ان يصدر قرار ولكن عندما بيعفو. اسمح لي يعني بتوقف عند هذه النقطه بالتحديد عندما نتحدث عن نمط متكرر لانه اخر عفو عام كان بعام 2011 يعني نحن لا نتحدث عن تكرار متقارب بشكل يعني سنوي او يعني نحن تحدثنا نتحدث عن فجوه ال تسع ال سنوات ال تقريبا ثمانيه الفتره ما بين 2011 و2019 ليست كبيره لأن هناك كثير من الناس اللي صدر حقهم أحكام أو على الأقل سيصدر بحقهم أحكام تركوا إما تركوا البلاد أو أنهم تهربوا من الالتزام بالقانون على أمل أن يصدر العفو أو يحدث أي شيء آخر وهذا شيء تكرر سنوات في سنوات متعددة إحنا بنحكي عن 17 عفو عام حصل منذ, منذ الإمارة وحتى الآن في بعض الحالات كان في بعض القوانين كانت متقاربة أكثر من هذه الفترة وقبل 2011 كان هناك 1999 صدر قبل قانون في ذلك في ذلك العام أيضا عملية العفو العام أيضا حتى دول العالم كلها الآن بدأت تبتعد عن هذا عن هذا التوجه وتركز وهذا الشيء الإيجابي تركز على دراسات متخصصة فيما يتعلق بجرائم محددة وسجناء معينين يتم دراسه اما سلوكهم اثناء السجن ومدى امكانيه اعادتهم ودمجهم في المجتمع ومدى لا. تاثير ذلك على واثره على المجتمع ومن ثم يصدر القرار من خلال لجان متخصصه تدرس كل حاله بحالتها او مجموعه من الحالات، بعكس ذلك راح نشوف ان ليس فقط العوده الى ارتكاب الجريمه ولكن الثقه بمدى سياده القانون والثقه باهميه الاحتكام الى القضاء هذه يعني للاسف ستتاثر كثيرا بتكرار هذه الـ الـ الاجراءات بالعفو العام باستمرار وبالتالي احنا بنشوف احنا كثير من الاحيان وردات الفعل للاسف لم تدرس على فكره احنا سمعنا من اصحاب المصلحه المباشره وكنا نسمع منهم باستمرار عن مطالبهم بالعفو ولكن لم نسمع من المواطنين اللي هم في غالبيتهم ليسوا متاثرين بشكل مباشر نعم. ولكن لهم راي في المجتمع وراي مؤثر كبير وانا اعتقد انه الدراسات لم تكن يعني معمقة بحيث يعني تستطيع ان تستجيب لرؤية نعم. هذه الفئات من المجتمع. نعم، دكتورة خوله، يعني نعم. في نهاية حديثه الأستاذ أحمد توقف عن موضوع الدراسات، هو ليس متأكدا ان كانت هذه الدراسات معمقة حقيقة، ونحن نجهل ان كانت هناك دراسات مبنية على حقائق وبينات متعلقة بجميع الأطراف، هذه المعادلة ليست مرتبطة بطرف واحد، نتحدث عن جانب اقتصادي، نتحدث عن بعد اجتماعي، نتحدث عن ايجابيات. بيات. نتحدث عن سلبيات، عندما يكون لدينا سجين، هذا السجين هناك ايجابيه لخروجه وفي نفس الوقت هناك ارقام تشير, تشير الى تكرر هذه السلوكيات وعودتهم الى السجون مره اخرى، فمن اين يبدا التقييم في هذه الحاله؟ بدايه خلينا نحكي بفلسفه العفو العام. اصلا فلسفه العفو العام تستند الى انه التخلص من التبعات القانونيه لاي ادانه نعم وايضا استعاده الحقوق المدنيه والحقوق السياسيه والمعوقات القانونيه المترتبه على اي ادانه جرميه. بمعنى العفو العام يشتث الجريمه من جذورها وكان الجرم لم يحدث اصلا. نعم يلغيها يعني يلغيها كاملها وكانها غير إذن لم تحدث. اذا احنا في عنا فرصه مواتيه جدا لفئه معينه من المجرمين، لفئه معينه ممن يعني خلينا نحكي نستخدم مصطلح المجرم بالصدفه ممن ارتكب الجرم لاول مره او ممن اضطرته الظروف الاقتصاديه او الاجتماعيه او ظرف ما بان يطلق عليه اسم مجرم ونزيل سجون العفو العام هو فرصة لإعطاء المخطئين فرصة لأنهم يتوبوا لأنهم يتصالحوا مع ذاتهم لأنهم يتصالحوا مع المجتمع فرصة لإعادة إدماج هؤلاء الأشخاص اللي اضطرتهم الظروف في لحظة ما بأنهم يكونوا بهيك موقف جلال سيدنا عندما وجه الحكومة الحالية بإصدار قانون العفو العام كان الهدف من طلبه من الحكومة السير بالإجراءات ومراحل الدستورية بالتخفيف على المواطن بتخفيف حدة التحديات اللي عم بيعاني منها المواطن الأردني والناجمة عن الضغوط الاقتصادية اللي مش بس الأردن كل الدنيا عم بتعاني منها إذا إحنا في عنا فرصة لهؤلاء الاشخاص بانهم نعيد دمجهم نعم دكتور خوله نرجع تتحدثينا في يعني مجموعه نقاط مهمه جدا سنتوسع بتفاصيلها ولكن سنتوقف الان مع فاصل قصير ونتابع من بعده <applause> اهلا بكم من جديد ما زلنا هذا المساء نتحدث في نبض البلد ما بعد العفو العام لا اعود اليك دكتوره خوله يعني كنت تتحدثين في مجموعه من التبعات لهذا الموضوع بالتحديد وجزئيات وتفصيليات تفصيلات مرتبطه بمن يخرجون بعد ذلك من السجن. آه الان اذا بدنا نحكي باحصائيات التقرير الاحصائي الجنائي اشار انه معدلات الجريمة بشكل عام قلت باستثناء جرائم المخدرات والتي زادت بشكل غير مسبوق والجرائم الواقعة على الأموال إذا إحنا في عنا أمام تحدي اقتصادي بواجه المواطنين ككل ما بعد ما بعد العفو العام الدراسات او كان هناك تقارير تشير انه المتوقع الافراج عنهم ضمن مشروع القانون العفو العام ما بين 9000 ل 11000 نزيل. نعم نزيل طيب هل مؤسساتنا جاهزة على أنها تستقبل 11 ألف نزيل أو ما يقل عن ذلك بقليل 10 ألاف 9 ألاف فوق معدلات البطالة اللي موجودة أصلا حاليا من سيشغل هؤلاء النزلاء بغض النظر كانوا ذكورا أم إناثا إذا إحنا أمام تحدي من نوع آخر الاحصائيات اشارت اذا احنا بدنا نيجي نحكي بالتقرير الاحصائي الجنائي بالفتره ما بين بعد صدور العفو العام الماضي اللي كان سنه عام 2011 لغايه 2018 او لغايه 2017 حكوا انه نسب معدلات الجريمه قلت وانما في معدلات زادت اذا احنا امام ايضا تحدي من نوع اخر احنا في عنا مشكله اقتصاديه في عنا مشكله اجتماعيه في عنا مشكله مهمه جدا وهي التاهيل داخل مراكز الاصلاح والتاهيل احنا لح... الى اي مدى النزيل اللي, اللي راح يتم الافراج عف... عنه وعودته الى المجتمع هل هناك برامج فعليا أهلته للعودة والاندماج بالمجتمع مرة ثانية ومرة أخرى. اوكي في في تبعيات اجتماعية إنه المعيل قد يكون داخل السجن والأسرة مسؤولة عن تماسك أبنائها والتنشئة الأسرية ولكن موضوع العودة للجريمة مرة أخرى بعام 2011 زادت نسب معدلات الجريمه بشكل غير مسبوق كانت معدلات عاليه وكانت التقارير تشير بانه اللي تم العفو عنهم عادوا الى السجون نعم هي هذه النقطه المحوريه يعني احنا دكتورة نعود ونتحدث في كل مره بنفس هذه الحلقه يعني الدراسات والإحصاءات تشير الى اشياء معينه ولكن ما هي الابعاد التي ندرسها حقيقه لنبني عليها يعني انت تحدثتي انه والله بعض هذه الجرائم انخفضت ولكن من جانب اخر هناك جرائم اخرى ارتفعت من نوع اخر, من نوع آخر, ارتفعت. آخر ارتفعت اذا يعني نحن في نفس جرائم المخدرات في يعني ندور في حلقه مفرغه نعم. في هذا المجال وهنا يعني المفروض يكون حتى دراسات دقيقه جدا وهي تقع على عاتق مديريه الامن العام انه عدد الاشخاص المكررين عدد الاشخاص ان يتم اعاده النظر حتى في التشريعات اللي بتتعامل مع هذا النوع من المجرمين المكررين في جرائم معينه او حتى جرائم المخدرات لو كانت تعاطي او اتجار او حيازه او ما الى اخره نعم اشكرك دكتوره خلو الاستاذ فهمي في ظل كل ما ذكرنا، طيب احنا يعني هذه الموازنه نبحث فيها عن الايجابيات والسلبيات، هل هناك ايجابيات نحن لا نراها حتى الان او لم نراها فيما يخص الاسره الاردنيه التي يفرج عن نزيلها الموجود في السجون؟ يعني قد يكون هناك بعض يعني اعداد قليله جدا يعني من الافراد اللي يعني تعرضوا للسجن نتيجه ظروف استثنائيه، نتيجه ظرف غير طبيعي، لكن في هناك يعني بلا شك انه في هناك ظاهره يعني علينا ان ننتبه لها قصه يعني واشارت لها الدكتوره قصه الجرائم المستحدثه والتي اتسعت في الاونه الاخيره وهي جرائم المخدرات جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع الأردني لأن هذه الظاهرة اتسعت بشكل كبير جدا والاتجار في المخدرات أصبح ظاهرة واسعة جدا وهي تؤثر على أجيال من أبناء مجتمعنا وبالتالي ما هي الضمانة عند عودة هؤلاء الناس بأنهم لا يمارسوا نفس المهنة ونفس الأسلوب ونفس الطريقة وخاصة إذا لم تتوفر لهم ظروف آمنة بحيث أن يجري يعني إعادة تأهيل كما أشار الدكتورة أو أشار الأستاذ هذا لم يتوفر لغاية هذه اللحظة الأسباب التي أدت لدفع هؤلاء الناس إلى السجون أو الجرائم اللي اقترفوها لم يجري معالجتها في داخل المجتمع الأردني الوضع الاقتصادي المتردي والمتراجع هو يزكي مزيد من الناس الذهاب نحو السجون بطريقة يعني غير مباشرة يعني نتحدث عن قضايا الاقتصادية يعني نحن نعلم بأن حجم المصانع والمؤسسات التي اغلقت ابوابها خلال العام 2018 كان يعني من اعلى السنوات التي مرت في تاريخ البلاد ونحن الان في بدايه عام 2019 نحن على ابواب مرحله جديده بدات في اغلاق العديد من المصانع. قانون ضريبه الدخل الذي صدر وحد العبء الضريبي بين الصناعه والتجاره هو واحد من القوانين اللي دفعت تدفع اغلاق العديد من المصانع واعلنوا مصانع انه احنا بدنا نبطل ننتج بدنا نروح نستورد هذه البضاعه من الخارج ونبيعها نعم. المؤسسه اللي اللي بتوظف 100 عامل صارت بدها تستغني عن 90 واحد وتكتفي ب عمال في قطاع تجاري نعم وبالتالي هذه من الدوافع يعني حتى مصادر للعمل اصبحت يعني غير متوفره تبعا للسنوات وتتسع هذه الظاهره، ظاهره ارتفاع نسبه البطاله تتسع بشكل مضطرد نتيجه النهج والسياسات الاقتصاديه، انا اعتقد بان الحكومه تتحمل مسؤوليات سواء كانت الحكومه الحاليه او الحكومات السابقه هذا النهج وهذه السياسات الاقتصادية التي سادت خلال العقد الأخير هي تتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد وبالتالي على الحكومة إذا كان هي بدأت تسترد المواطنين من خلال العفو العام لا عليها أن تعالج المشاكل الرئيسية التي يواجهها المجتمع الأردني مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية قضية البطالة قضية الفقر هذه كل هذه المظاهر هي التي تدفع الناس نحو الجريبة سواء كانوا بقصد أو بغير قصد هؤلاء التجار بغير قصد او هؤلاء المتعاملين في الجانب الاقتصادي بغير قصد عندما يصبح هو يعني فاقد للملاءه الماليه والاقتصاديه ويصبح معرض للسجن وكذلك الامر صاحب الشك او اصحاب اصحاب الذين تدمرت مصانعهم ومؤسساتهم لانهم لم يعودوا قادرين على تحصيل اموالهم ولذلك انا بقول وبرجع بقول ان القضيه الاقتصاديه والاجتماعيه هي الظاهره الاعم لكن قضيه القضايا الاخرى ايضا يجب اخذها بعين الاعتبار ما يندرج تحتها بهذا بالتاكيد طيب معنا قبل ان اتوجه اليك استاذ حماده <applause> اخذ هذا الاتصال معنا عبر الهاتف سعاده النائب حابس الفايز اهلا وسهلا بك يا اهلا وسهلا سعادتك لا أدري إذا كنت قد تابعت حديثنا منذ بداية الحلقة ولكن نحن نتحدث اليوم عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لما بعد العفو العام، أنتم في مجلس النواب عندما قمتم بالعمل على مشروع هذا القانون، هل تم الأخذ بعين الاعتبار دراسات معينة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، مدى استعداد المجتمع لتقبل هذه الأعداد التي ستخرج بما يعادل تسعة إلى 11 ألف نزيل أو سجين؟ الله يمسيك بالخير وبضيوفك الموجودين عندك آه الله احذانا بالقياده الهاشميين آه آه هم اهل التسامح وجلاله الملك من اول المسامحين والملك الله يطول عمره وجه الحكومه بالاسراع بالعفو العام والعفو العام هو لازم يكون عفو عام شامل كامل مثل ما أراد سيدنا في بعض القضايا يعني في مثلا القضايا اللي فيها صلح فيها اصرار حق شخصي نعم هاي هاي المفروض تكون شامله كامله لا يجوز انه احنا ننقصها انه والله هذا عمد والله مو عمد ما دام انه صاحب الشأن اسقط حقه أخذ ديته واسقط دمه فاد دمه فالمفروض انه يكون هذا شامل بالعفو العام نعم ولكن استاذ حابس يعني حتى وان قام صاحب الحق باسقاط الحق الشخصي في بعض الاحيان هناك الحق المدني بسبب وجود ظروف محيطه بهذا الشخص مجتمعيه وضغوطات قد تجبره على اسقاط حقه، يعني هل تم اخذ هذه النقاط مثلا في عين الاعتبار؟ هو هو بارادته هو بارادته اسقط الشكوى واخذ المده والجماعه الثانيين دفعوا المده كامله والله اعلم كيف جابوا مصاريهم ودفعوا واسقطوا الشكوى. فهذا لازم يكون كامل لازم يكون معفي نعم أشكرك كل الشكر سعادة النائب حابس الفايز عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك أستاذ حمادة أعود إليك يعني لن نتحدث نحن اليوم عن أنه ماذا سيحدث سيناريوها طيب في عدم وجود إذا اعتبرنا مثالا أو فرضا أو جدلا أنه لم يتم دراسة الأخذ بأي دراسات معينة فيما يتعلق بالتأهيل حاليا وباستقبال هؤلاء السجناء بعد الخروج هل هناك مساحة الآن للتحرك من قبل الحكومة أو أي إجراءات قد تحد من تكرر هذه السلوكيات الجرمية وعودة نسبة كبيرة من هذه الأعداد إلى السجون مجددا؟ يعني نحن لا توجد حلول قصيرة سهل. المدى يعني م. العملية ليست سهلة لو كنا نتحدث عن عفو بأعداد أقل ممكن السيطرة على الموضوع ولكن نحن نتحدث عن ما يقرب من عشر ألاف أو أكثر هذا بيعني انه اولا بالنسبه لفرص العمل مثلا اولا يمكن بعضهم قد يكون هو في فرصه عمل قائمه بمعنى قد يكون هو صاحب عمل، قد يكون عامل ويعود الى عمله لانه فتره الحكم كانت قصيره. ولكن كثير منهم هو سيكون بحاجه الى فرصه عمل، واذا لم تتوفر فرصه العمل قد يكون سبب هذا او عامل من عوامل عودته الى الجريمه. العمليه قد يكون هناك اذا كانت يعني استطاعت الحكومه ان تعيد مراجعه الموضوع في اطار هذا هذا الامر لانه لم يكن متوقعا من الحكومه ان يكون هذه الاعداد مشموله أن تكون هذه الاعداد مشموله بالعفو لانه مقترح الحكومه بالنسبه لقانون العفو العام كان مختلف تماما وكانت تتوقع ان الاعداد اقل من هيك بكثير نحن نتحدث الان عن عدد كبير معنى ذلك الحكومه بامكانها ان تعيد مراجعه الامر اولا بمحاوله ايجاد فرص عمل لما يمكن ان يحصل على فرصة عمل خاصة لمن لم يسبق له أن عمل أو إنه عمل وانقطع عن عمل فترة طويلة. طويلة إلى يعني جانب يعني المتطلبات بإيجاد فرص عمل لمن هم موجودون على أرض أكيد الواقع. أكيد أنا ما يعني بحكي أنا العملية يعني سهلة. على يعني ولكن شبابنا أصلاً أيضاً الذين يعانون من النسب البطالة المرتفعة. وفي نفس الوقت أنا يعني أؤكد بأنه العملية ليست سهلة ولكن على الأقل بالحد الأدنى يجب أن يكون هناك مبادرة والمبادرة قد تنجح يمكن بالتعاون مع القطاع الخاص. الافراد برنامج خاص لهم كما هو الحال بالنسبه لفئات اخرى من المجتمع اللي تم عمل برنامج برامج خاصه فيهم بالتعاون مع القطاع الخاص لاستيعابهم قدر الامكان أو على الأقل لتأهيلهم وتدريبهم في مهن مناسبة يعني الآن إحنا بنحكي عن خدمة وطن وبرنامج آخر سيستوعب حوالي ستين ألف عامل من الشباب الجدد والفتيات يعني ممكن كمان إفراد برنامج خاص لتأهيل وتدريب بعضهم أيضا العملية بحاجة للدراسة حتى نعرف من هي هذه الفئات وما هي الحاجة الفعلية لـ 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 نعم وما هي المهارات التي يمتلكونها يعني يمكن نسبة كبيرة منهم حرفيين وفنيين يعني لا لا يعني هناك مهن محددة يستطيع يطيعون العمل فيها وكما تفضل هون الاستاذ فهمي يعني نحن نتحدث عن من يعانون اصلا في ظل توجه الكثير من المصانع للاغلاق ولا توجد فرص عمل لمن هم موجودون ناهيك عن الاعداد المقبله انا يعني هذا السبب الامر بحاجه لدراسه يعني اكثر حتى نتاكد من هذه الفئات ومن وجودها ومن حاجتها الفعليه لادماجها في المجتمع اذا كانت فرصه العمل هي الحل او التدريب او في في حالات اخرى قد يكونوا هم بحد ذاتهم هم قد يكونوا مؤسسات بمعنى يملكوا مؤسسات بحاجة لإنعاش مؤسساتهم ودعمها للقيام بأعبائهم كما كانوا سابقا إضافة لذلك يعني إحنا خلينا نكون واقعيين بأنه حتى عملية أسباب انحراف هؤلاء الناس إن انتجاز التعبير ودخولهم في عالم الجريمة بشكل أو بآخر ما في أي عمق بالتفكير بهذه الأسباب ومحاوله يعني الاستعانه بمختصين لوضع برامج خاصه نعم. لكيفيه مراقبه مراقبتهم والتاكد من عدم دخولهم الى جريمه مجددا نعم. هذه العمليه على فكره في الدول المتقدمه عمليه مهمه يعني اولا العفو بيكون في ادنى حدوده باعداد محدده ويتم مراقبه الناس والتاكد من انهم ملتزمين بالقوانين وهي اولويه على مراقبة الآخرين اللي هم غير لم يسبق لهم أن دخلوا في عالم الجريمة عملية التأكد من التزامهم بالقوانين عملية بحاجة إلى كوادر متخصصة على الأقل في الفئات اللي متوقع أن تكرر الجريمة وهي مرصودة أكيد في لدى الجهات الأمنية ممكن يكون هناك إجراءات خاصة فيهم نعم أشكرك نعم أستاذ حمادة دكتورة في ظل كل ذلك لنفرض أن توفرت هناك فرص عمل لا بأس بعددها مقارنة بالأعداد هذه التي ستخرج إلى المجتمع ولنفرض أيضا جدلا بأنه ما بعد توفير فرص العمل عادوا هؤلاء النزلاء منهم من توجه إلى أسره ومنهم من مارس حياة طبيعية ومنهم من تعرض لهذه الضغوطات الاقتصادية والمجتمعية نحن كمجتمع المجتمع بحد ذاته الذي يعاني من هذه الظروف الاقتصادية التي يعني تضغط بشكل مباشر هل هو قادر على استيعاب أكثر هؤلاء الشخوص من دون الوصمه الموجوده آآ آآ لهم كنزلاء سجون؟ لا الوصمه موجوده، الوصم الاجتماعي للاسف موجود ولا نستطيع ان نركر انه هذا الوصم لا يلاحق المجرم بحد ذاته وانما يلاحق اسرته تحدث عن العائله عائلته كامله، يعني خلينا نحكيها بالعاميه لما الـ لما الـ بده شخص يرتبط بفتاة أو بده يرتبط بأدي إنه إحنا ندور على هذا الموضوع هذا الموضوع وصم اجتماعي لغاية الآن لم نتخلص من الوصم الاجتماعي الملاصق والملازم لمن يدخل السجن لنزيل السجن بغض النظر ذكر أو أنثى فهي وصمة وهي معاناة بحد ذاتها ومن هنا وهذا وهي النقطة تحديداً دفعت ببعض المجرمين بأن يتكيفوا مع ثقافة السجن ويتقبلوها ويرفضوا الخروج إلى المجتمع بمجرد ما إنهم طلعوا للمجتمع برد برجع يرتكب نفس الجرم ويعود إلى لأنه يفضل البقاء بالسجن عن الوجود في المجتمع الذي يعني يحكم عليه ولا يتقبله ولا يتقبله نقطة أخرى إنه ال... المبالغ المدفوعة لتأهيل السجناء بغض النظر كانت تكاليف مباشرة أو غير مباشرة نتحدث عن مبالغ كبيرة جدا قد تصل إلى 156 مليون سنويا تكلفة ما يقارب 18 ألف نزيل أو ما يقل عن ذلك بقليل فنحن نتحدث عن أيضا مبالغ كبيرة جدا تصرف لعملية تأهيل السجناء وأيضا في نقطة مهمة جدا ليس فقط المجتمع لا يتقبلهم وانما وان فرضنا جدلا انه فرص العمل موجوده مع وجود الشباب اللي عم بيعاني من البطاله اصلا ولكن في عنا نقطه جدا مهمه ايضا انه هل الشخص هو قادر على تقبل الحياه الجديده برا؟ فهي هي مشكله بالنسبه له رح يرجع يعاني منها يمكن اذا اعدنا النظر في الاجراءات المتبعه ما قبل الافراج بغض النظر سواء بعفو عام او ما او بغير العفو العام او انتهاء مده المحكوميه او الى اخره هل احنا في عنا فعليا شراكات ما بين منظمات المجتمع المدني ما بين القطاع الخاص كما اشار الاخوان انه قد مهم جدا انه القطاع الخاص يدخل في في هذا المجال في عنا إحنا وصلنا لمرحلة إنه الصورة واضحة أمامنا والمستقبل واضح أمامنا بإنه إحنا نقدر نعمل نوع من الإستثمار ما بين القطاع الخاص وما بين البرامج التأهيلية اللي بخضع لها السجناء أو النزلاء داخل السجون هي مهمة جدا وكان في حديث أعتقد على هذا الموضوع منذ عدة سنوات ولكن لم يرى, لم النور ولم نسمع عن مبادرات من هكذا نوع صارت ما بين القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني نحن عندما نتحدث عن منظمات مجتمع مدني المعنية بالرعاية اللاحقة للسجناء اذا احنا عم نتحدث بمبادرات متواضعه جدا وجهود متواضعه جدا اذا ان آل الاوان في تغيير النهج المتبع بتغيير اليه التفكير بوضع استراتيجيات محدده لما احنا بنتحدث عن عدد كبير من النزلاء داخل السجون وأيضا من أعداد كبيرة من البطالة إذا لازم يكون هناك نوع من المواءمة ما بين ما سيخرج او ما سيدخل وخاصه انه احنا في عنا ايضا انه جرائم غير جرائم المخدرات وجرائم الواقع على الاموال عندنا الان جرائم الالكترونيه نعم. واللي هي اخذه بازدياد اذا يا ريت يكون في بالضبط يا ريت يكون في عندنا استراتيجيات تاخذ كل هاي الابعاد مجتمعه بحيث انه احنا نقدر نطلع تطرح نعم. حلول منطقيه واقعيه على ارض الواقع. دكتوره خوله شكرا جزيلا لك، نتوقف الان مع فاصل ونتابع هذا الحديث من بعده. اهلا بكم من جديد، نتابع حديثنا هذا المساء ما بعد العفو العام استاذ فهمي اعود اليك، طيب نرجع للجانب الاقتصادي، احنا مصممين لانه يعني يجب ان نرى هذا الجانب او ان نشعر به ونفهمه بكل تفصيلاته. إذا ما أردنا أن نتحدث مثلا عن حساب التكلفة تكلفة أو تخفيف أعباء النزلاء المقدرة ب700 دينار شهريا هل هذا الجانب يعني فعلا يمكن الشعور به ولمسه مقارنة بهذه الأعداد التي تحدث عنها للنزلاء الذين سيخرجون الآن يعني 9 ألف يعني هو الجانب مش مادي بقدر ما انه يعني قضيه ابعد من هيك يعني شو شو الوفر اللي بتتحقق الخزينة يعني نعم من وراء هو من وراء يعني الذي نود ان يعني, يعني لا اذا اذا, إذا عن وفور عن عن ذلك اذا بنبحث عن وفر 700 دينار لعن كل سجين اولا رقم مبالغ فيه 700 دينار يعني مبالغ فيه بشكل كبير جدا اذا كان الاسره اللي بيعتبروها على حد الفقر اقل من هذا الرقم فكيف شخص يعني واحد عليه كلفه 700 دينار صح انا بفهم انه مش قضيه اكل وشرب قضيه يعني قضايا متعلقه في حزمة كامله من الـ 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 الاجراءات التي يعني تستخدم من قبل الدوله من اجل وتؤدي الى كلف مرتفعه لكن هو المبلغ مبالغ فيه من جهه من جهه اخرى اذا نبحث عن فلوس ونبحث عن اموال للخزينه في هناك ما ابواب عديده يمكن الدخول إلها والحديث عن يعني توفير اموال للخزينه بطرق مختلفه عن هذا هذه القضيه انا بعتقد انها يعني اعقد من ان تكون مشكله ماليه فقط بالمناسبه انا هنا بدي يعني اتوقف يعني مع انه القرار صدر من مجلس النواب والان على طريق الصدور من الاعيان لكن بدي اتوقف عند مساله يعني يتساءل البعض حول هذا الموضوع يعني الشمول العفو لاشخاص تكررت الحالة عندهم نعم. وخاصة قضايا تتعلق بالسرقات أو السطو أو الاعتداء على المال العام آه بينما سجناء رأي لم يشملهم ما معنى ذلك؟ يعني هذا اللي نتحدث عنه هون أستاذ فهمي ما هو المعيار؟ آه يعني إذا كان هناك معايير واضحة يتم العمل ضمن تماماً هذه المعايير تماماً ومثلا ضمن هذه الحالات إذا تكررت هذه واحد تكررت حالة موجود. وأقدم على جريمة و وخرج من السجن إما بانتهاء المدة أو من خلال عفو سابق مره اخرى بنعمل له عفو ما معنى ذلك يعني وما هي الدوافع يعني انا أعتقد انه في جزء من 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 هذا القرار هو استرضاء استرضاء اما لبعض الاوساط اللي يعني كما أشاروا الاخوه يعني او الاستاذ حول مساله الشعبويه هاي اللي يعني لها علاقه بنفوذ هذا النائب او تلك يعني وتاثيره ووعود مواطنين معينين بانهم سيساهموا هذه القضايا لا لا تعالج بهذا الاسلوب خاصة وأنه إحنا في داخل مجتمع عم تتفاعل الأزمة في داخله يوم بعد يوم وعم تكبر وعم بتصير بتوصل لنتائج الأسوأ والأصعب على سبيل المثال ما معنى أن يكون في البلد 350 ألف عاطل عن العمل مقابل 800 ألف عامل أجنبي موجود في البلاد نروح ننظم سوق العمل قبل ما نفكر في هذه القضية حتى نوفر فرص عمل لعمالنا الأردنيين من جهة وحتى نوفر عمل ايضا ونحل مشاكل هؤلاء الناس اللي في السجون عندما يخرجوا الى السجون من السجون كما جرى الاشاره بانه لا القسم الاعظم منهم ما في امامه فرص عمل كما انه ايضا في هناك الالاف من الناس معرضين ان يصبحوا معرضين لمثل هذه الحاله، وبالتالي يعني من يفقد رزق اولاده واسرته وخبز عياله مثل ما بقولوا ممكن يرتكب اي جريمه وهذه معروفه يعني ولو كان الفقر لقتلته بسيف هذا او يعني في هناك احاديث يعني معروفه عن عن الصحابه وعن يعني رجال ضيق العيش في بعض الاحيان قد وبالتالي آه وبالتالي يعني وبالتالي يعني, يعني قد لا تكون بالتالي قد قد تتكرر مثل هذه الحالات اذا لم تنتبه الحكومه وتتجه لمعالجه الاوضاع الاقتصاديه وانا بالمناسبه يعني اميل للحديث في هذا الجانب لاني لم ارى حتى هذه الحكومه التي جاءت على خلفيه معالجه الوضع الاقتصادي ومع مرور ثمان شهور لم ارى اي خطوه ايجابيه في عند هذه الحكومه، لم ارى اي خطوه تخرج عن نهج والسياسات السابقة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة الأزمة مستمرة والأزمة عميقة والأزمة تتفاعل يوم بعد يوم والمديونية تكبر وكل ذلك بكلف من خلال الضرائب ومن خلال البطالة ومن خلال تعطيل الاقتصاد العام وهنا يعني لابد من العودة إلى هذه القضية المركزية قبل الحديث عن استرضاء الناس وقبل الحديث عن معالجة هذه القضايا بطرق يعني عشائرية أو بطرق يعني لا تنتمي للقانون العدل نعم. أستاذ حمد عندما نتحدث عن هذه تجربة العفو العام إذا ما أردنا أن نقارنها بتجارب يعني من دول أخرى هذه التجربة هل يتم تطبيقها بذات النهج أم بنهج مختلف هل يعني مثلا يصدر العفو عن قطاع معين مثلا عن جرميات معينة أم أنه كما يتم لدينا الآن فهو يشمل هي مظلة ويأتي تحتها ما يتم إقراره من مجلس النواب والآن في طريقه لينتهي من مجلس الأعيان لا اذا 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 ناخذ النماذج الجيده او اللي هي متميزه واغلب الدول الان بدات في هذا النهج وهو ان يتم دراسه حاله السجناء اثناء وجودهم في داخل السجن بمعنى يعني احنا بنعرف انه قانون العفو العام تعودنا عليه في الاردن بانه هو يجب الجرم من 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 اساسه بمعنى لا يبقى الجرم ولا يبقى في سجله سجل المحكوميه اي علامه حول ارتكاب الجرم وبالتالي تنتهي الجريمه من من اساسها ولكن في الدول الاخرى العمليه هي عفو من العقوبه ولكن يبقى يبقى السجن. يبقى الجرم يبقى قائم، بمعنى هو ارتكب جرم ويبقى مسجل عليه هذا الجرم وهذا شيء طبيعي واصلا حق للمجتمع ان يبقى مؤشر للتعامل بكيفية التعامل معه، ولكن مصلحة الدولة ان تدرس حالة السجناء فيما اذا كان هناك امكانية للتخفيف من يعني مدة الحكم اولا او بالافراج عنه مبكرا أو بالعفو عنه عن الجرم عن, عن العقوبة نفسها كاملة وهذا يأتي من خلال دراسة أول شيء للسلوك دراسة سلوك وأيضا من خلال دراسة واقع كيفية وإمكانية إدماجه في المجتمع وإمكانية أن لا يعود إلى الجرم مرة أخرى هاي العوامل بتم دراستها إضافة لذلك قد يكون هناك في بعض الدول دراسة لواقع قانوني يعني مثلا إحنا بالأردن عندنا الدين الحبس على الدين المدني نعم هذا شيء يجب ان ننتهي منه لانه ما بقي في العالم الان دوله تسجن على دين مدني سواء حتى الشك نفسه هناك اجراءات اخرى لضمان حقوق المتعاملين ولكن احنا تعودنا أن السجن هو البديل وهذا شيء يعني يعتبر قصور في التشريع الاردني يجب معالجته من الان سواء كان على شكل شك او شيك او شكل كومبيالي او اي شكل اخر من الديون السجن على الدين المدني يجب ان ينتهي وهذا لا يأتي أيضا بالعفو العام بمعنى أنه حصل تعاملات تجارية منذ سنوات طويلة وكان المتعاملين على ثقة بأن هذا الشيك هو ضمانة لا. ضمانة حقيقية فلا يمكن كما حصل في البداية في المقترح الأول من مجلس النواب أن نعفي كل من تعاملوا بالشيكات وكل جرائم الشيكات وأحسن مجلس الأعيان بأنه عدل الأمر بحيث يكون هناك مصالحة وتنازل وإسقاط حق شخصي بمعنى بحصول صاحب الحق على حقوقه المالية على الأقل. هذا الشيء الإيجابي ولكن حتى نستمر بهذه العملية يجب أن يكون هناك معالجة قانونية لهذا الأمر بحيث أنه كل القوانين اللي لها علاقه في الديون الماليه تم حسمها ومراجعتها بحيث نضمن انه عمليه الحبس على الدين المدني يكون قد انتهى كما انتهى في كثير من دول العالم، اضافه الى ذلك عمليه التعامل في في داخل السجون ايضا يجب ان يكون هناك تحضير للسجين في كيفيه انطلاقه فيما بعد في مرحله من المراحل حتى لو ما كان في عفو عام في النهايه هو سيخرج سيخرج من السجن وبالتالي الخروج يجب ان يكون له ضمانات بان يكون هناك عمليه مراقبه سلوك هناك لجان متخصصه في الدول في عديد من الدول لجان متخصصه من عده اتجاهات تدرس حالات السجناء وتراقب سلوكياتهم وتتخذ القرارات فيما يكون ما يمكن ان يكون هناك عفو شامل لفئه معينه او لاشخاص بافراد بذاتهم. نعم اشكرك، دكتوره خوله موضوع دراسه السلوك ما قبل خروج السجين وعندما كنا نتحدث انا والاستاذ فهمي قبل قليل تحدثنا عن المعايير هذه المعايير الغائبه، يعني ما هي اهميه اخذ هذه السلوكيات او دراستها بعين الاعتبار عند صياغه مثل مشروع هذا القانون؟ يعني عندما نتحدث عن بعض الاشخاص يعني خرجوا بالعفو الأول مثلاً على بعقوبة مترتبة على جرم السرقة ومن ثم بعفو آخر على ذات هذا الجرم يعني هنا نصل إلى أنه قد يكون العفو العام قد أصبح محفزاً يعمل بطريقة عكسية ولا ولا يعطي فرصة ثانية لهذا السجين بيعني بي صياغة حياته وعمل ما هو جديد في المجتمع. آه آه شكرا على هذا السؤال المهم جدا بداية إذا جينا نطلع على العفو العام من, وجه من وجهتين نظر مختلفتين أو خلينا نطلع من الجانبين جانب إيجابي وجانب سلبي إذا حكينا الجانب الإيجابي أنه هو فرصة للمجرم بانه يتوب ويرجع عن الجرم اللي ارتكبه بحق نفسه وبحق المجتمع وفرصه لتصالحه مع ذاته وفرصه لاعادته كمواطن صالح وممارسه حقوقه وواجباته في المجتمع والجانب الاخر نتطلع عليه انه هل العفو العام هو فرصه لمكافاه المجرم على ارتكاب الجرم؟ اذا احنا في في عندنا نقيضين في عندنا <applause> النقيض ما بين هون وهون المجرم لما يكون العفو العام فرصه له بانه هو يكرر جرمه او هو يكون فرصه له انه يخلص من التبعيات اللي, اللي المفروض انه يكون مسؤول عنها هنا هنا مش راح يكون ابدا انه هو فرصه للاصلاح، بالعكس هو هو راح يكون عامل هدم مش عامل بناء واصلاح وتاهيل. عندنا الاجراءات اللي بتتم داخل السجون. هل هناك فعليا في دراسة حالة؟ هل هناك فعليا في تقارير دراسة الحالة؟ بالعادة لما يتم خلينا نحكي بالدول المتقدمة ويكون في عنا مجالس بسموها مجالس الإفراج المشروط نعم. اللي بتتعامل مع كل حالة من, حالة من, من النزلاء على حدها يراقب سلوك النزلاء داخل السجن من يثبت ان انه عنده حسن سيره وسلوك داخل السجن قد يكون نوع من المكافاه له بانقضاء نصف المده او تلتين المده او على الاقل انهم يعفوه من العقوبه مع وجود اللي هو الرقابه القضائيه نعم. اذا احنا لما بنتحدث بهاي الاجراءات اذا احنا عم نتحدث بعقوبات بديله اذا بدل ما يكون في عنا سجن اصلا لمده طويله ومده اقضاء يعني انه النزيل يقضي مده نعم داخل طويل. السجن م. المفروض نحكي عن عقوبات بديله وان كان قبل فتره وصلت عنا عقوبات وتحدثنا عن عقوبات مجتمعيه وانه حتى انه ما يكون في عنا كعقوبه بديله عن السجن ولكن لغايه الان ما سمعنا حتى عن العقوبات المجتمعيه بانها ايضا تم تطبيقها في الاتجاه الصحيح إذا نرجع للنقطة الأساسية بهذا الموضوع إنه إحنا ما عندنا دراسة حالة لكل نزيل على حدة وإن كان التقرير اللي بصدر تقرير متواضع جدا ما ببين شو أسباب الجريمة ما عم ببين إيش الدوافع التي الدوافع اللي خلت بيها إنه يرتكب هاي الجريمة كيف ممكن نصمم البرنامج التأهيل المناسب يعني ما لا يعقل إنه الـ البرنامج التأهيلي لمدمن المخدرات راح يكون كالبرنامج للسارق اللي قد يكون إنه هو متعود على السرقة أو يكون عنده مرض نفسي مرض السرقة إذا في في عنا كتير عوامل بتحكم هاي العملية داخل مركز الإصلاح والتأهيل وأيضا قبل أن يصل إلى مركز الإصلاح والتأهيل كالإجراءات إنه ممكن يكون في عنا مسار العقوبات البديلة عن السجن. <applause> استاذ فهمي بقي معنا يعني تقريبا دقيقه اذا كان لديك ما تضيفه بالطبع يعني انا بتوجه للجهات الرسميه اولا بالتوجه للازمات مباشره وليس اداره الازمه نحن نلاحظ بان السياسات العامه وخاصه بالجانب الاقتصادي هي اداره ازمه علينا ان نواجه الازمات ونعالجها بشكل مباشر نعم. من ابرز مظاهر الازمه التي تعاني يعاني منها البلاد هي تراجع النمو الاقتصادي وحاله الركود وبالتالي على على الجهات الرسميه ان تعمل باتجاه تحفيز الاقتصاد الاردني وهذا لا يتاتى الا من خلال تخفيض كلف المنتج الأردني المنتج الأردني لم يعد منافس أمام المنتجات الأجنبية سواء داخل السوق الأردني أو الأسواق العربية هذه معالجة هذه القضايا هي توفر على البلاد كثير من المشاكل والمتاعب سواء تتعلق بناس يصلوا إلى السجون أو أو ناس يعني يعانوا العذاب وهم خارج السجون أو هم سجون في بيعيشوا في حالة السجون في منازلهم وفي أسرهم وبالتالي على الحكومة أن تعالج هذه الأزمة الرئيسية وهي الأزمة المالية والاقتصادية والتي تنطلق اساسا من الاعتماد على تطوير القطاعات المنتجه نعم. الصناعه أشكره. الزراعه تكنولوجيا المعلومات من اجل توفير فرص عمل وتنظيم سوق العمل بحيث ان تضع العمل الاردنيه مكان العماله الوافده اشكرك كل شكر الاستاذ فهمي الكتوت الخبير الاقتصادي كنت معنا لهذا المساء وايضا الاستاذ حمادة ابو نجم الخبير العمالي شكرا جزيلا لك ودكتورة خوله الحسن استاذه علم الجريمه شكرا جزيلا لك بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه نلقاكم في حلقه مقبله الى اللقاء Thank you